احنا كمان يمكن ايام العيد بالنسبه لنا بتكون فرصه كويسه عشان نتجمع مع بعض ويكون في صله رحم، بس للاسف مؤخرا بقينا بنعيد على بعض كده بحاجه بيطلق عليها على واتساب، بما انه اكتر حاجه يعني بنتواصل بيها حاجه اسمها برودكاست، او بتبقى رساله كده مجمعه بنبعتها لاسماء كتير ومن غير بقى اسامي، بس هي رساله بتوصل لناس كده كتير في قائمه طويله فعلا ما فيهاش روح ولا فيها اي ود ولا حميميه ولا حتى بنحس بالمعايده. اتمنى ان احنا نبعد عن العاده دي تماما، خلينا نرجع مره تانيه نزور بعض، نعيد على بعض، على الاقل خالص نكلم بعض ونتصل ببعض ونطمن على بعض عشان ندخل فرحه على كل الاهل والاطفال والاصدقاء والجيران ومعارفنا وحبايبنا. ومناسبه العيد دايما بيكون كده عندنا حنين للعيد زمان، اجواء العيد عيد زمان، روايح زمان واحنا صغيرين، البهجه اللي كنا بنحس بيها. يمكن عشان كنا اطفال كانوا اهلنا بيفرحونا بالعيديه والفسحه والخروجات، يمكن جيلنا احنا عايش الاجواء دي وعايش كمان الاجواء بتاعه السوشيال ميديا واللي موجوده دلوقتي، فعارفين نحدد ونعرف الفرق. فحاولوا تحسسوا اولادكم وتعيشوا اولادكم الجو اللي احنا كنا بنعيشه زمان. حاولوا ان انتوا وانتوا رايحين تصلوا العيد صلاه العيد يبقى معاكم دايما بلالين، يبقى معاكم دايما حاجات حلوه توزعوها على الاطفال. عودوا اولادكم ان العيد فرحه ولازم يفرحوا ويفرحوا اللي حواليهم، لما تنزلوا وتشوفوا جيرانكم صبحوا عليهم وضحكوا وابتسموا، عيد لازم كلنا نفرح. ربنا يملأ بيوتنا كلها طبعا بالبهجه والفرح والستر والحب. ومناسبه بقى ان احنا العيد النهارده واول ايام العيد، فعندنا سؤال الحلقه، سؤال حلقتنا النهارده هو هتقضي العيد فين وايه الفرق بين العيد زمان ودلوقتي؟ ده سؤالنا طبعا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد هنستنى اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده، بس اسمحوا لي كمان اشارككم اجابتي بما ان انا بحتفل مع حضراتكم بالعيد طبعا وليا الشرف، بما ان احنا هو اول ايام العيد انا معاكم النهارده في الحلقه وفي منتهى السعاده اكيد. وقبل ما اجي هنا رحت صليت العيد الحمد لله، والحقيقه يمكن وانا في الصلاه افتكرت كده من سنتين تقريبا وقت كورونا لما كانت الجوامع فاضيه وما كناش حتى كنا بنتمنى بس ان احنا ننزل نصلي صلاه العيد ونحس ببهجه العيد. لما كنت موجوده النهارده حقيقي قلت الحمد لله، ويعني دايما في كده جمله بتيجي في دماغي في المواقف اللي زي دي، كل مر سيمر. الحمد لله حاجات كتير قوي صعبه عدت علينا وعديناها مع بعض، لكن برضو خليني اقول لكم كده رساله او حاجه مش لطيفه قوي شفتها الصبح. يعني زي ما قلت لكم يمكن وانا في الصلاه صلاه عيد النهارده كان في ناس كتير قوي حتى اطفال كانت بتوزع بلالين وبتوزع حاجات حلوه على الاطفال وعلى الناس، وانا كنت واحده منهم طبعا. ودي كانت لفته لطيفه جدا جدا جدا، بس حاجه واحده بس صغيره قد كده هي اللي ما كانتش لطيفه، انه الناس بعد ما كانت بتخلص علب الحلويات اللي كانت معاهم كانت بترميهم في الساحه بتاعت المسجد، فطبعا لما بنقوم نمشي بيبقى مش الطف حاجه، فبس دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ناخد بالنا منها، لكن اللفته طبعا طيبه جدا ولطيفه جدا، وحقيقه كان في سعاده وبهجه والوان كده كتير، حاله فرح كانت موجوده في الشارع، كان الجامع ما شاء الله كان زحمه جدا، كان في ناس كتير جدا. يعني دي كانت مشاركتي مع حضراتكم لسؤال حلقه النهارده. مره ثانيه سؤالي النهارده في الحلقه هو ازاي بتقضوا العيد؟ هتقضوه فين؟ وايه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.